هذا هو المباشر على قناة حنبعل، ضيفتي حياة جبنون وضيفي أيضا سيف الدين الكوكي. سيف أستاذنا الكريم، اليوم وباء في العالم وليس في تونس فقط، ظروف اقتصادية صعبة واجتماعية صعبة، حياة متعبة بالحق بالحق. إخويا محتاجين لشوية دعاء قبل 48 ساعة من رمضان الكريم. كيف سمحني أخوي عبد الرزاق؟ نحب شوية دعاء منك على تونس وعلى الأمة العربية والإسلامية، ونحن في هذه في هذا الألم وهذه الغصرة الصعبة اللي نعيشها في تونس. حاضر يا سيدي. تفضل. اللهم لا داعي. اللهم يا من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك يا الله من كل ذنوبنا ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، اللهم اشف جميع مرضانا وعاف جميع مبتلانا وارحم جميع موتانا، اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم غير حالنا إلى أفضل الأحوال، اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكراً الأستاذ سيف الدين الكوكي، هزيتنا معاك في رحلة أخرى وفي مشاعر أخرى، برافو. الحمد لله. الله القبول. يلا حياة جبنون. دعاء هذية بحول الله بش يكون مستجاب. إن شاء الله يا ربي.
بحول الله ان شاء الله. مادام بعد الاذان دوك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قايم فينا. هذه الحاجه نحبوها تقيم الاحسان توصل للناس. نعم نعم. قلت في حوار قاعده نتمرن ونحسن في صوتي. اي نعم. من اجل تلاوه القران. اي نعم. وممكن ممكن نعمل انشاد ديني ان شاء الله. ان شاء الله نسمع حاجه ان شاء الله. حياه عالطاير هكا مين عالطاير. هاي هاي يلا حياه. باش ننشني معاه في كلمه الحمد لله. رمضانية مع سيف الدين الكوكي وحياة جبنون من خلال برنامجين دينيين من القلب. تقديم طبعا حياة جبنون سيف الدين الكوكي، فاعلم أيضا برنامج آخر لسيف الدين الكوكي من تقديم وأعداد سيف الدين الكوكي. نختم معاكم في هذه الجلسة الحلوة برشا برشا، ونخلي سيف الدين الكوكي مع الكاميرا. شو تقول لجمهورك اللي بشي شاهدك تتوجه له بالكلمة في الكاميرا اللي قدامك؟ اش باش نقول؟ نقول ان شاء الله ربي يجعل هذا الشهر شهر بركه وشهر خير وشهر يمن، وان شاء الله ربي يجعله سبب رفع البلاء، وان شاء الله ربي يغير حالنا الى افضل الاحوال، وان شاء الله ربي يجعله اخر شهر ان شاء الله رمضان اللي يجي العام المقبل ان شاء الله يكون ان شاء الله الناس الكل بخير، وان شاء الله يكون البلاء قد مشى علينا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير خويا. عايشك وان شاء الله دائما متالق وناجح سيف الدين الكوكي. وانا نعرف العمل نتاعك المضني في قناه حنا بعل، ممكن انا نجي مره او مرتين لقناه حنا بعل، اما كل ما نجي نلقى سيف الدين الكوكي موجود ومرابط هنا في هذه القناه من اجل اعداد برامج، ومن اجل انه البرنامج نتاعو يخرج في احسن صوره وافضل صوره برغم امكانيات قناه حنا بعل اللي هي لا تخفى على احد، امكانيات متواضعة جدا جدا، ولكن بقلوب وبإصرار وبعزيمة مثل سيف الدين الكوكي إن شاء الله قناة حنا بعل تبقى الأولى. شكرا لك سيف الدين الكوكي. حياة جبنون من القلب. نقولهم سيد المشاهدين والله من قلب
إلى القلب إن شاء الله. نعرفكم إنكم تحبوني وأنا نحبكم زيدا، وإن شاء الله نكونوا صوتكم في هذا البرنامج هذايا، وبعثوا لي مقترحاتكم إن شاء الله نكونوا في المستوى يا رب العالمين. نحب نحيي قناة حنا بعل على الاحتضان هذايا والستاف الكل، خويا عبد الرزاق على الاستضافة. نقول لكم إن شاء الله عامكم مبروك وكل رمضان وانتم بخير، وإن شاء الله يا ربي يقدرني على هذا البرنامج وعلى نجاحه بكم انتم ومن القلب. نحب نحيي البلدي اللي لبسني وسلامي زادة اللي باش يكونوا معايا في البرنامج يلبسوني الزوز، تحية للكرياسيون بلدي. رمضان كريم لك ولعائلتك، حياة جبنون بالورد الأحمر، هذايا الحياة جبنون. ضيوفنا النساء كل نعطيهم ورد سيف. طبعا تفضل. شكرا لك، شكرا لك، نتمنى لك النجاح ونتمنى لك دائما التألق سيف الدين الكوكي. رمضان 1996 هزيناكم في صور حلوة برشا، رمضان زمان شوفوا برشا حاجات تغير. نخليكم مع هذه الصور، خليكم مع هذه الصور. وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية. وانطلق مدفع الإفطار أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.
شدوه بصريح ولا تربحوا وسرقوا لي فلوسي الكل. هاريك السلحة يا وليدي. ها كون مش قلت مقطع معاش مروح ياك رجعت. مليون دولار يا ولاد لازم دبروها. واش نو هاد الخدمة فاهمني يا وليدي؟ بينيفولا. بينيفولي وحدك كليم بادي وما الألم ما شاء الله ديما ملمومين في الخير. أنا راني الإمام تاع الجامعة. ربي جابك. واش تخدم انت؟ نخدم في الحاكم. كوميسار هنا عنبو هذا الدار وهذا الكارتي بابك راهو في الحبس وانا اللي راه نخرجو من تما. محامي انت؟ اكسر خدمة نظيفة. هل تقبل الزواج بالآنسة نادية؟ جيبي لي لابوليس. اه شوفي يا الاخرى بالك كيفاش عندي هاد الهضره. واش خوش بك تجري هكذا ومخنوعه تشوف موراك يا لابوليس ولا شنو؟ ما كاين والو يا خويا ما غير واحد ياخو حضرو على مياتي هكا ولا هكا. انت شكون؟ زاك انتم واجدين؟ واجدين باص. شوف الكولي هذا لو في رقبتها قولي شحال. 500,000 دولار. كيفاش نديرو باش ندخلو عندها؟ واجد صاحبي انا ديما واجد. وكيما يقول المثل العربي القديم لا تغطس في البحر السبح لا لا. واذا كان غطست لازمك ما تخرجش بيديك فيها. ايه بال كوم فيك برو يا اخي طرافيه بسيكوبات ولا مخطول؟ انت عندك واحد الافكار بليس وما عندوش. يا لطيف يا لطيف ونحنا